الفريق عبد المحسن كامل مرتجي، النهارده الذكرى 10 لرحيل الفريق مرتجي وهو الرئيس 9 في تاريخ النادي الاهلي. الفريق مرتجي كان ليه صولات وجولات داخل النادي الاهلي. نقدر نقول اختياره في فتره الستينات جاء من اجل انقاذ النادي الاهلي، لانها كانت فتره صعبه جدا نتيجه غياب البطولات سوء النتائج. واختيار الفريق مرتجي ساعتها كان من اختيار القيادة السياسية، الرئيس الجمهورية وقتها طبعا جمال عبد الناصر الرئيس، وكان قرار كمان من المشير عبد الحكيم عامر. جه الفريق مرتجي في فترة الستينات وابتدى يظبط أداء العمل الإداري داخل النادي الأهلي، وتوج الأهلي في الفترة دي بعد غياب لفترات طويلة جدا وسوء نتائج فريق الكرة داخل النادي الأهلي. الفترة الثانية كانت بالانتخاب من 72 حتى 1980. الفترة دي شهدت نجاحات وطفرات على عدة مستويات داخل النادي الأهلي. في عهد الفريق مرتجي حصل النادي الأهلي على بطولة الدوري 5 مرات وبطولة كأس مصر 3 مرات. نجاحات الفريق مرتجي في المجال الحربي كمان، لأنه كان أول قيادة للقوات العربية باليمن في الفترة من عام 63 حتى عام 65، وحصل الفريق مرتجي على نجمة الشرف العسكرية أثناء الحرب عام 64 قبل أن يتولى قيادة القوات البرية، ثم يعود مرة أخرى إلى اليمن عام 66. الفريق مرتجي توفى زي النهاردة 5 نوفمبر عام 2013 عن عمر ناهز 97 عام، بعد مسيرة طويلة من النجاحات على المستوى العسكري والإداري مع النادي الأهلي. رحم الله الفريق مرتجي. لا يحتاج الأساطير والرموز إلى مقدمات للتعريف بهم، إذ يكفي أن تذكر الاسم لتسطع الأسطر بتاريخهم المتوهج. من هؤلاء الأساطير والرموز الفريق أول عبد المحسن كامل مرتجي، الذي ولد في القاهرة في 5 مايو عام 1916، ليسطر تاريخا زاخرا بأحرف من نور بما قدمه لمصر والنادي الأهلي. تخرج الفريق مرتجي من الكلية الحربية عام 1937، تدرج في الترقي حتى وصل إلى قيادة اللواء 6 المستقل بالقنطرة شرق، كما تولى رئاسة هيئة تدريب الجيش قبل أن يتولى قيادة القوات العربية باليمن خلال الفترة من عام 63 وحتى عام 1965، ليحصل على نجمة الشرف العسكرية أثناء حرب اليمن. من حرب اليمن إلى جبهات الكفاح المصرية، ينتقل الفريق مرتجي إلى قيادة جبهة سيناء في حرب عام 1967، ليكون الوحيد الذي حمل لقب قائد القوات البرية بالقوات المسلحة المصرية، حيث ألغيت تلك القيادة رسميا بعد حرب 67. ونظرا لتاريخه العسكري الزاخر قالوا عنه إنه رجل كل العصور. 15 ديسمبر عام 1965 كان تاريخ انتقال الفريق مرتجي من الحياة العسكرية إلى الحياة الرياضية بالكامل، ليكون الرئيس 9 لنادي الوطنية، مستمرا في رئاسته للنادي الأهلي حتى 13 يوليو عام 67، ثم عاد ليتولى رئاسة النادي مجددا من 8 نوفمبر عام 72 حتى 12 ديسمبر عام 80. تاريخ الفريق مرتجي لم يتوقف عند إنجازاته ومآثره ومبادئه التي أرساها ليتم التأسيس عليها في بناء بنيان صرح الأهلي العملاق، بل امتد بتواجد نجله المهندس خالد مرتجي داخل المنظومة الإدارية بالنادي، حيث يشغل منصب العضوية بمجلس الإدارة حتى اليوم. كان فجر يوم الثلاثاء 5 نوفمبر عام 2013 الموافق لغرة محرم من عام 1435 للهجرة، هو موعد رحيل الفريق مرتجي بجسده عن عالمنا عن عمر ناهز 97 عام، ليبقى تاريخه حيا بيننا إلى يوم الساعة. رحل الجسد
وبقيت الأسطورة.